السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله دي المحاضرة ال 11 لنا مع بعض من شرح برنامج اللعبة الخاص بحساب الأحمال الحرارية. الناس اللي هي متابعة معايا عارفة محتوى الدورات بتاعتنا بإذن الله عبارة عن ميكانيكال الكتريكال بلامنج اللي هي اختصار لدورة الـ MEB كورسز. محتوى دوراتنا عبارة عن الايه؟ عبارة عن الاتش باج والفاير فايتنج والبلامنج والميديكال جاز. هنبتدي الأول بالاتش باج وشرحنا طبعا جزء نظري من الفاير فايتنج بحيث إن احنا ايه ننجز في الوقت الناس اللي هي محتاجة الاتش باج والناس اللي هي محتاجة الفاير فايتنج ده لحد ما يلاقوا الاثنين. كل الدورات ديت باذن الله هتلاقيها موجوده معايا على القناه، موجوده لو انت دورت دخلت على البلاي ليست انا كده ونزلت لتحت هتلاقي محتوى خاص بشرح برنامج الهاب اللي انا دي المحاضره 11 النهارده باذن الله بلاي ليست كامله خاصه بشرح برنامج الهاب. لو دخلت معايا هنا كده ادي اول محاضره هي عباره عن تعرف رابط البرنامج وازاي تستقبل البرنامج، طبعا خلينا من تصطيب البرنامج ده رقم واحد، ازاي تستقبل البرنامج وتعرف على رابط البرنامج، والمحاضره الثانيه اللي هي تعريف الويزر والسكيدول. كل الدورات الخاصه بشرح برنامج الهاب او الفيديوهات الخاصه بشرح برنامج الهاب هتلاقيها في البلاي ليست موجوده هنا. الناس اللي عايزه كورس التكييف المركزي الجزء النظري طبعا كورس كامل باذن الله تعالى هتلاقي برضو هنا 9 فيديوهات. انا مش مطول في مده الفيديوهات بحس ان الناس اللي هي ما بتحبش تسمع فيديوهات كتير ما تملش. طبعا ده جزء النظري خاص بكورس الاتش باك، هنبتدي باذن الله من الجزء العملي. احنا فعلا بالفعل ابتدينا في الجزء العملي وشرحنا اول محاضره لينا مع بعض اللي هو الاتش باك ديزاين كورس اللي هو كورس العمل تصميم مشروع تكييف مركزي. والناس برضو اللي عايزه كورس الفوتوشوب او البرنامج الريفت الميكانيكي وكورس الفاير فايتنج، كل الدورات اللي انت محتاجها باذن الله تعالى هتلاقيها موجوده معانا هنا على القناه. طيب برنامج اللاب، تعالى نخش كده على برنامج اللاب. الناس اللي هي تابعتنا باذن الله تعالى عارفه ان احنا هنصمم فاكولتي اوف فارماسي اللي هو كليه صيدله لمبنى كليه الصيدله. احنا عندنا طبعا المبنى البروجكت اللي احنا شغالين عليه عباره عن كليتين، كليه الصيدله وكليه اسنان. زي ما الحمل الحراري اللي انا هطبقه في كليه الصيدله هو اللي هيطبق في كليه الاسنان، هو اللي هيطبق في اي بروجكت انت هتشتغل عليه. ممكن تشتغل على، ممكن تسمع الفيديوهات شوف انا بعمل ازاي وتطبق نفس الكلام ده او نفس الشغل اللي انا بعمله على بروجكت تاني خالص، فايل انت شغال عليه مثلا بروجكت الجرادويشن بروجكت لو مشروع التخرج بتاعك لو انت طالب او مشروع مثلا انت شغال عليه. طيب احنا طبعا شرحنا قائمه الويزر والسكيدول والوول والروف والروفز والويندوز والدورز، كل القائم دي شرحناها مع بعض وشرحنا قائمه السبيسز، ودخلنا المره اللي فاتت مع بعض مع قائمه السيستمز وشرحنا اول قائمه فيها اللي هي قائمه الجنرال، وطبعا الاير سيستم نيم طبعا تقدر تسمي ده اي اسم زي ما انت عايز ولكن اف اف 01 تمام. الايكويبمنت تايب دي نوع المعده طبعا شرحناها مع بعض المره اللي فاتت ولكن مثلا اللي هي الباكج روف يونت ولا الباكج فيرتيكال يونتس ولا السبليت ولا الشيلرز ولا التيرمينالز. التيرمينالز دي اللي هي خاصه بالفيرمكو اللي هي الفيرمكو يونت، والشيلر طبعا الشيلد ووتر اير هاندلنج يونت طبعا خاصه بالتكييف المركزي، طبعا خاصه السبليت اللي هي تكييفات السبليت اللي هي مثلا اللي موجوده في كل البيوت وكل المحلات ديت اللي هي منتشره في كل البيوت. تمام، هو الباكج فيرتيكال والباكج روف. طيب انت لو مش عارف نوع المعده اللي انت تشتغل عليها، وطبعا انا ما اعتقدش كده لكن هنفترض مثلا انك ما تعرفش نوع الايكويبمنت طيب اللي انت تشتغل عليها سيبها عندي فايل. طيب انت عارف، لا هنختارها مثلا من هنا، اقول لكم مثلا احنا شغالين على الشيلد ووتر. اخترت الشيلد ووتر قال لك الاير سيستم طيب، نوع الاير سيستم عندك هنا ايه؟ لاحظ ان الاير سيستم طيب بيزيد معاك كل على حسب نوع الايكويبمنت طيب. يعني مثلا الايكويبمنت طيب هنا عندي فايل قال لك ما يوفر لك 4 بس اللي هي الكونستنت اير كولوم في السنجل زون والكونستنت اير كولوم في التيرمينال الريهيت والفاريبل اير كولوم والفي في تي تمام. ولكن مثلا اخترنا الباكج بصينا على كده هم الاربعه برضه، لو اخترنا التيرمينالز بص هنا كده فتح لك قائمه ثانيه جديده قال لك نمبر اوف زونز وقال لك الفنتليشن اي لك دايركت فنتليشن ولا كومن فنتليشن سيستم، طبعا على حسب نوع الاكويبمنت تايب اللي انت بتختارها من هنا. احنا هنختار الشيلد ووتر ونختار من هنا كونستانت فوليوم كونستانت اير فوليوم سنجل زون، طبعا في كونستانت اير فوليوم في التيرمينال ري هيت تمام. طيب احنا هنشتغل على كونستانت اير فوليوم اللي هو الهواء ثابت بسرعه ثابته. طيب انت لو المعده بتاعتك هتكيف بها زون واحد او حيز واحد بس اختارها سنجل زون، وطبعا هو بيقول لك نمبر اوف زونز عندك هنا كام؟ واحد. طب لو انا اخترتها مثلا تيرمينال ري هيت فتح لك نمبر اوف زونز قال لك انت عايزها تعمل كام حيز، ولكن مثلا انا هخليها مثلا تعمل لي 3 حيزات تمام. ووقفت عندنا المره اللي فاتت. وحاجه تانيه لو انت اديت اف 1 هيفتح لك القايمه، ثواني بس هيفتح لك القايمه دي هنا كده تمام. تقدر تنزل وتشوف ديت الداتا اللي هي الخاصه بالتصميم بتاع الحساب الاحمال من الاي تو زد على برنامج الهاب وازاي تعرف اليوزر. كل الداتا اللي انت محتاجها تقدر تشوفها من هنا تمام. لقائمة السيستم زي هنا اهي، لو دخلت على قائمة السيستم بقول لك بتقدر دي عبارة عن الكلام كده بقول لك تعريف النظام اسم النظام ازاي تعرف اسم النظام وازاي تعرف الاكوبمنت تايب بتاعك. الاكوبمنت تايب اللي هو الانديفايند اللي احنا كنا شغالين عليه والباكج وهوت والسبليت والشيلد ووتر والترمينال يونتس ديت الحاجات اللي احنا اللي هي الاكوبمنت تايب. طيب
لو دخلت على السيستم كومبوننت اللي احنا هنشتغل عليها النهارده، ده السيستم كومبوننت باذن الله اللي احنا هنشتغل عليها النهارده. لكن انت اي حاجه انت عايز تعرفها خش على البرنامج وهيبتدي يعرفها لك هو اوتوماتيك. تمام؟ طيب النهارده هنخش على السيستم كومبوننتس. ايه هي مكونات النظام بتاعي؟ يعني ايه مكونات النظام؟ يعني الجهاز اللي انا اخترته ده عباره عن ايه او بيتكون من ايه؟ دي مكونات النظام بتاعي. تمام؟ مش احنا اخترنا هنا الاكويبمنت. طيب النظام بتاعي ده عباره عن ايه؟ اول حاجه نمسك الفنتليشن. بص الاربع حاجات الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها، او اشرح لك اغلبيه الحاجات اللي احنا هنشتغل عليهم اللي هي المكونات الاساسيه. اول حاجه الفنتليشن اير. فنتليشن اير اللي هو الهواء التهويه. بص كده في الداتا بتاعت الفنتليشن ايه، طبعا لو مش متعلم عليها صح، لا هي دي اصلا متعلم عليها صح. لو اي حاجه لو دي مثلا مش متعلم عليها صح، دي برضو متعلم عليها صح. انا عايز حاجه تقدر تلغي التفعيل بتاعها، وليكن مثلا دول الاربع حاجات الاساسيين اللي موجود في اي جهاز اللي انت اصلا ما تقدرش تغير فيه. وليكن مثلا بريكويل هنا اصلا مش متفعله، لو قلت عليها كده مش متفعله، اقدر افعلها من هنا وعملت الصح واخفيها تاني زي ما انا عايز. نمسك الفنتليشن. اول حاجه قال لك الاير فلو كنترول، يعني الهواء اللي بيخش عندك ده هل هو هواء ثابت ولا هواء انت عايزه مثلا يخش بكميه ثابته على طول بسرعه معينه؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو انا مثلا شغال في مصنع او مثلا مدرسه زي دي كده مثلا، تمام، كليه، انا مثلا انا عندي ساعات العمل اقول لكم مثلا ببتدي من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 6 المغرب، تمام، لها كده ايه، ليها جدول، ليه كده ليها جدول. فانا لو هي لها جدول معين زمن معين فانا اشتغلها سكيدول، تمام، واقول له سم اوف سبيسز اختار مثلا رقم واحد من عندي هنا، تمام، وبعدين دي جدول معين اعمل لها سكيدول. طبعا هو طلب منك سكيدول، طبعا السكيدول ده خاص بالفنتليشن تبع الفراكشنال مش اي حاجه تانيه. فراكشنال تعمل له سبيسز مثلا اللي هو مثلا الفنتليشن اير، تمام، ويتدك اوكي كده انت عملت له سكيدول خاص بيه. طيب انا لو انا هشتغل بسرعه ثابته، يعني مثلا انا شغال مثلا في مصنع او حاجه شغاله ال 24 ساعه، انا عايز الهواء ده الفنتليشن اير يفضل يخش لي يخش لي يخش لي على مدار ثابت، يعني ما يوقفش، فانا اختار الكونستنت. فانت سيبها الديفولت بتاع الكونستنت زي ما هي، وما تلعبش في الداتا ديت الا لو انت عارف الداتا ديت، طبعا انت عارف ازاي تستخدمها. لو انت خدت القيم بتاعتها قال لك مثلا نمبر ليك ريت، الدمبر ليك ريت اسف، لو انت عرفت القيمه بتاعته من المهندس المعماري والمهندس المعماري دخل القيمه بتاعته، مش عارفها سيبها الديفولت زي ما هي. والايكونومايزر سيبك منها، نخش على البريكويل هيت. انا هقول لك بس الحاجات الاساسيه، مش عايزك تتعمق في قائمه السيستمز دلوقتي، انا هاخد بس الحاجات اللي هي تساعدك في المشروع. البريكويل هيت البريكويل البريكول كويل والبري هيت كويل. ايه هو البريكول كويل وايه هو البري هيت كويل؟ البريكول كويل ده الملف التبريد الاولي. يعني ايه ملف تبريد اولي؟ طبعا انت عندك في الاكويبمنت اللي انت بتستخدمها عندك اثنين ملف تبريد واثنين ملف تسخين، تمام؟ ملف التبريد الاولي قال لك الستيت بوينت بتاعتها، انت عايز درجه الحراره اللي تخرج لك من التبريد ده درجه حراره هتخش لك بحوالي كام؟ في البريكول كويل الحراره اللي هي تخرج من اول ملف تبريد انت عايزها توصل عند درجه حراره كام؟ طبعا تبريد كده معناها اللي انا بعمل عمليه تبريد بقلل درجه الحراره من درجه حراره عاليه لدرجه حراره منخفضه. وليكن مثلا درجه حراره الجو عندي كانت مثلا 37. انت لو انت خدت المعلومه جاهزه او قلت عرفت ان درجه الحراره مثلا بعد اول ملف تبريد كانت كام؟ وليكن مثلا 32. دي بعد اول ملف تبريد، تمام؟ دي اول درجه حراره للملف الاولاني اللي هي تخرج من اول ملف تبريد. طيب الكويل باس الكويل باي باس فاكتور دي بتتراوح من 5% الى 5 من 10، من 5% الى 5 من 10. فانا اختصرها الديفولت بتاعتها اللي هي كام؟ اللي هي 1 من 10. والكولينج سورس هو تشيلد ووتر اختار له اوتوماتيك من هنا على حسب نوع الجهاز اللي انا اشتغل اللي انا اخترته. طبعا السلو ديت انت عايزها تكون شغاله من كام لكام في على مدار السنه ولا لا، تمام، وتسيب ديت اللي هي داون ستريم اوف ميكسنج الاب ستريم اوف ميكسنج بويت ولا داون ستريم اوف ميكسنج بويت، معناها ديت قبل او بعد ديت الكويل بوستيشن ديت اللي هو ملف التبريد ده درجه ملف التبريد انت عايزه قبل الميكسنج بوينت ولا بعد الميكسنج بوينت؟ يعني ايه؟ يعني على السريع كده انا بيكون عندي مثلا هواء فريش، تمام، وعندي الهواء اللي خارج لي من الزون اللي هو ايه؟ اللي هو الاوتلت. طبعا انا باخد منه جزء، انا باخد منه جزء برجع، تمام، مع الهواء الفريش في الميكسنج بوينت ده الميكسنج بوينت بتاعته او الميكسنج بوكس.
طيب هو وصل بالنقطه ديت ايه؟ ان الكويل ده، ان ملف التبريد ده انت عايز تحطه قبل الميكسنج، قبل الميكسنج كويل ولا بعد الميكسنج وينت؟ تمام، قبل الميكسنج ولا بعد الميكسنج؟ لو انت عايز تحطها قبل الميكسنج تختار الاله اب الاب ستريم اوف ميكسنج بوينت. طيب لو عايزها بعد الميكسنج داون ستريم اوف ميكسنج بوينت. وصلت؟ طيب بالنسبه برضو لنفس النقطه ديت برضو البري هيت، البري هيت ديت اللي هي ملف تسخين في المناطق اللي درجه الحراره منخفضه عندها جدا، اللي تصل بالسالب، بسالب درجات حراره، سالب 2 سالب 3 او 4 درجه سيليزيوس. انا عايز ارفع درجه الحراره، عايز اعمل لها بري هيت. طيب ده ملف التسخين الاولي، ملف التسخين الاولي ده وليكن مثلا درجه الحراره عندي مثلا سالب 2، انت عايز تعمل تسخين اول لغايه ما درجه الحراره توصل لكام؟ وليكن مثلا 10 او 15 حسب درجه الحراره اللي انت عايزها. ديت هتكون طبعا هوت ووتر، مياه ساخنه، طبعا اب ستريم ولا داون ستريم اللي هي الميكسنج بوينت، نفس الفكره بتاعت ايه؟ بتاعت البريكول كويل. نخش على الهيوميديفيكيشن والديهيوميديفيكيشن. الهيوميديفيكيشن اللي هي الرطوبه، نسبه الرطوبه في الهواء، نسبه الرطوبه في الهواء ديت على ايه؟ على حسب البروجكت اللي انت شغال عليه. وليكن مثلا انت شغال في مثلا في مصنع غزل ونسيج، طبعا انت محتاج رطوبه عاليه توصل من 60 ل 70%، وليكن مثلا 65%. تمام، الدايركت ستيم انجكشن، انت عايز الهيوميديفاير. طيب نوع الجهاز المرطب ده ايه؟ قال لك دايركت ستيم انجكشن ولا سيلف كونتين ستيم بنشر الجاز ولا البروبان ولا نوع ايه؟ سيبها رقم اللي هو دايركت ستيم انجكشن، سيبها زي ما هي ما غيرش في اي حاجه. تمام، والانبوت كيلو وات ديت طبعا هي اصلا مش مفعله معاك، ما انت مش هتغير اي حاجه غير المينيمم ريهيت ستيب بوينت. تمام، دي اقل رطوبه انت عايزها في المصنع. طيب لو انت مثلا في مصنع ادويه، طبعا في مصنع الادويه انا محتاج اقل نسبه رطوبه، لو ما فهمت في مصنع ادويه تخليها حوالي 30%. هتخليها كام في المية؟ 30%. طبعا بتعتمد على حسب البروجكت بتاعك، ولكن مثلا عندك مبنى كليه صيدله انا عايزها من 50 ل 60%، ولكن مثلا خليها 60%. تمام، انا عايز دي اقل نسبه رطوبه. الديهيوميديفيكيشن اللي هو الجفاف، تمام، اللي هو عكس الرطوبه، طبعا على حسب برضو نوع المشروع بتاعك، انا عايزها مثلا مش ريلاتيف الماكسيمم الماكسيمم يا عم بترن دلوقتي ليه؟ اثنين اثنين. هنا في الديهوميديفيكيشن قال لك الماكسيمم ريلاتيف هيوميديتي ستيب بوينت انت عايزها كام؟ وليكن مثلا 60، سيبها الديفولت زي ما هي. تمام، طيب السنترال كولينج، ركز بقى كده معايا في السنترال كولينج اللي هو بقى الملف التبريد الثاني. طبعا احنا قلنا عندي نوعين، عندي نوعين ملف تبريد اللي هو بريكول كويل والسنترال كولينج. السنترال كولينج ده هو الملف التبريد الثاني. طيب السبلاي تمبريتشر، يعني ايه السبلاي تمبريتشر؟ بص انت لو اخترت المثال ده كده ممكن تختار السبلاي تمبريتشر او السبلاي ليتر، ليتر بير سكند. تمام، دخل هنا كام ليتر بير سكند او السبلاي ليتر بير سكند بير متر سكوير، كام لتر في الثانيه لكل متر مكعب، من كل متر لكل متر مربع. طب احنا هنختارها السبلاي تمبريتشر. تمام، السبلاي تمبريشر ديت دي درجه الحراره اللي خارجه من الديفيزورات او الجريلات عندك اللي هي بتخش لك جوه الحيز على طول، ودي بتروح من كام لكام؟ من 12 ل 13.8 من 10. تمام، ب 14 درجه بالكتير قوي كمان، يعني من 12 ل 14 سيبها كام؟ سيبها 12.8 من 10 او سيبها كام؟ خليها 12. والكويل باي باس فاكتور برضه هتسيبها 1 من 10، وطبعا برضه هتكون برضه شيلد ووتر النظام مختار لك اوتوماتيك على حسب نوع الجهاز اللي احنا اخترناه من هنا، والسكيدول اللي هي مثلا على مدار السنه ولا خلال اشهر معينه ولا لا. السبلاي فان طبعا لو اتكلم عليها كده قال لك نوع السبلاي فان اللي انت مستخدمها دي ايه. السبلاي فان ديت اللي هي طبعا زي ما قلت لك انا عندي كولينج كويل، يا اما بتكون محطوطه قبل الكولينج كويل يا اما محطوطه بعده. تمام، اولا حاجه بتشوف نوع الفن اللي انت مستخدمها دي، هل فورورد ولا باكورد، على اللي هي فورورد انهي نوع من دولت ولا هي باكورد، بتختار على حسب النوع اللي انت مستخدمه. سيبها زي ما هي فورورد كيرف لان ما عندناش معلومات. طيب ايه هي الدروس رو والبلوس رو؟ دروس رو لو اللي هي معناها سحب، السحب ديت معناها ان المروحه ديت وقع بعد الكولينج كويل، وليكن مثلا خليكم معايا زي ما قلنا انا عندي نوعين من ملف التبريد، وليكن مثلا ده ملف التبريد الاولاني، ده الكولينج كويل الاولاني، وده الكولينج كويل الثاني. تمام، طبعا انا الاثنين بيخش طبعا في طبعا ريهيتو بتاع، طبعا بعد ما خرجت من الزون عندي اللي هو راجع من الزون باخد جزء منه بخلطه يا اما قبل الكولينج كويل يا اما بعد الهيتنج كويل، طبعا بفضل الاثنين يكونوا قبل الكولينج كويل.
تمام، بحيث درجة الدرجه الحراره ما تبقاش شويه، بحيث ان هي تقل قبل الكولينج كير، ويخش على ملف التبريد الاولاني. بعد ما يخش على ملف التبريد الاولاني يخش ايه على ملف التبريد الثاني. الفان بتاعتي بقى يا اما احطها قبل ده الفان بتاعتي هنا، يا اما احطها قبل الكولينج كير الثاني ده، يا اما بعده. قبل معناها اللي انا هعمل له بلو، هعمل له نظام دفع، هعمل دفع للهواء على ملف التبريد الثاني ده. بلو درو لو انا هعمل عمليه سحب خلاص الهواء اتكيف عندي، فانا هعمل له عمليه سحب واروح دفع على طول ايه للسون عندي. وصلت؟ طيب درو طبعا الستيك بريشر بتاع الفن هتكون كام باسكال، تقدر تغيرها من هنا بالموتور كيلو وات، الكام كيلو وات الموتور اللي انت مستخدمه بتاع الفن ديت. لو انت عارف التوتال ستاتيك بريشر بكام باسكال تقدر تدخله من هنا، والاوفر اول افشنسي بتاعك سيبها 54%، او لو انت عارف الكفاءه بتاعته تدخلها وثبت الداتا، يعني ما تغيرش في الداتا عندك. والدكت سيستم طبعا نظام الدكت، قال لك الدكت ده هيت جين، الهيت جين اللي هي الحراره المكتسبه، الحراره اللي بيمتصها الدكت ديت. طبعا هو لو هو اصلا معرض للسقف او معرض للهواء خارجي او لاشعه الشمس طبعا بيمتص حراره حتى لو هو عازل، بنحط القيمه دي 3% والقيمه ديت 3%، تمام، اللي هو الدكت ليكج لو معدل تسريب الهواء من الدكت، اما لكم مثلا كام 3%. الريتيرن فان تمام، طبعا اللي هو الفن الثانيه اللي هي راجعه بقى ديت برضه هتختار من هنا باكورد يا اما فورورد على حسب نفس النوع اللي احنا شرحناه في السبلاي فان، هي برضه الريتيرن فان الستيك بريشر بتاعك كام في الاهداف، برضه الستيك بريشر من هنا لو انت عارفه الماتور بالكيلو وات ولا بانهي نوع من هنا، وتختار برضه لو انت اخترت الستيك بريشر هتقول كام باسكال، وتسيب بيت النظام بتاعك زي ما هو. نخش على الزون كومبوننت. طيب لاحظوا هنا كده انا في السيستم قلت ايه؟ كونستانت اير كولنت تمام، تيرمينال ريهيت معناها كده ان الهواء عندي ثابت بس بدل الزون واحد. بص لو انا عندي زون واحد هنا، لو انا عندي اختار ديت، بص في الزون كومبوننت دكيت هنا كده قال لك لا، انت قال لك انت متوفر عندك زون واحده بس، تمام انت متوفر عندك زون واحده بس. طيب لو انا اخترت التيرمينال ريهيت وجيت هنا كده قال لك بدل الزون واحده تيرمينال، تيرمينال ريهيت قال لك انت عندك عدد الزون كام؟ أربعة تمام؟ خش هنا كده ليه حاسس ان بيت عدد الزون عندك كام؟ أربعة هنا، يعني ده بيختار لك عدد الزونات اللي انت عايزها، الجهاز اللي انت استخدمته انت شايف يعمل عندك كام زون، وتقدر تسمي كل زون باسم معين، نقول مثلا دي واحد زون، نقول مثلا زد واحد تمام؟ نيكست زد اتنين نيكست زد 3 زي ما انت عايز، نيكست زد 4. اوكي نختار مثلا زد 1، زد 1 ده وليكن مثلا هيكون فيه فصل دراسي كليه صيدله، اعمل اد من هنا واعمل ريموف اللي انا الحاجه اللي انا عايزها من هنا، اعمل اد من هنا. طيب ايه الرقم 1 ده؟ ممكن مثلا بدل ما اقول زون 1 وزون 2 وزون 3 وزون 4 يقول لك مثلا الفصل الدراسي ده متكرر كذا فصل منه بنفس الحيز بنفس كل حاجه فيه بنفس الحمل الحراري بنفس الداتا بنفس المساحه بنفس كل حاجه. فبدل ما اقول له ادخله في زون واحد وادخله في زون اثنين وادخله في زون ثلاثه وادخله في زون اربعه، لا انا اكرره من هنا. اسف، هو الرقم ده المفروض اصلا بيتغير، بقول له مثلا ان المكان ده رقم واحد ديت مثلا مكرر عندي 3 مرات، مكرر عندي 4 مرات، ما اعرفش في مشكله عندي في البرنامج ولا ايه، فعشان كده مش عايز اعمل معاه. ما علي، لان الرقم ده اللي كل ما انا ازود فيه كل ما اقول له مثلا ان الحيز ده مكرر عندي كذا مره، مكرر عندي 3 مرات، مكرر عندي 4 مرات. تمام، نخش على السيرموستات. السيرموستات ديت اللي هي قياس درجه الحراره عندي. طيب قال لك حاجه الثيرموستات اند زون داتا، قال لك انت عايز درجه الحراره في جوه الحيزات الاربعه دولت زي بعض، الاربع زونات زي بعض ولا لا؟ لو الاربع زونات زي بعض عايز مثلا الكولنج ثيرموستات ستيت ستيت بوينت، قال لك مثلا في حاله الاوكيوبنت انت عايزها كام 23.9 من عشره، في حاله الان اوكيوبنت 26.7 من عشره. ايه اوكيوبنت والان اوكيوبنت؟ وليكن مثلا انا عندي في حاله التشغيل، في حالة الناس موجودين والناس شغالة كل حاجة، أنا عايز درجة الحرارة تكون كام؟ وليكن مثلا 23. طيب أنا عارف مثلا الساعة 2 الظهر ده وقت غداء أو وقت استراحة، فبدل ما يكون الجهاز شغال على الفاضي لا أنا خلاه كام؟ بدل ما توصل ل 23 أنا أكون مخليها 26 27.
حوالي 3 درجات او 4 درجات، تمام؟ وفي نفس الوقت برضو الهيتنج ديت هتبقى حاله الهيتنج السليب بوينت في حاله الاوكيوبانت هتكون مثلا 21، وفي حاله مثلا الان اوكيوبانت هتكون مثلا 18 او نخليها 17، تمام؟ طيب دي في حاله الاوكيوانت وهي الان اوكيوانت. طيب لو انا لغيت دي كده هتلاحظ يفتح معاك ايه هنا، ديت قالك زون واحد، انت عايز زون واحد عند درجه الحراره كام في حاله الاوكيوانت والان اوكيوانت، والنسبه برضه ليدنج زون اثنين انت عايزها كام في حاله الاوكيوانت والان اوكيوانت وهكذا. لا انا بلفر على نفسي ده كله، بختار اول زون خلاص تغلب كل الحيازات اللي هنا او الزونات بتاعتي، خلونا كلهم بنفس درجه الحراره. لو انت عايز زونات مختلفه في حاله الاوكيوانت هنا 23 في زد واحد، لا انا عايزها مثلا 24 في زد اثنين وهكذا، تقدر تغير فيها زي ما انت عايز. في ال تي ستيت سورتنج رينج كام كلفين؟ ايه هي السورتنج رينج ديت؟ اللي هي فرق درجه الحراره ما بين يكون الجهاز شغال ومش شغال. بمعنى اصح انا عندي هنا في حاله الاوكيوانت كام؟ 23، لو هي زادت 24 او قلت عن او قلت درجه ب 24 ولكن دي بتخليها واحد، دايما خليها واحد، خلي الكلمه ديت واحد. معناها بقى واحد ديت، مع انه مثلا لو درجه الحراره ديت زادت بمقدار واحد او قلت بمقدار واحد ما تشغلش الجهاز، ما تشغلش الجهاز 24 مناسب و22 مناسب. طيب لو خلاص بقى تعدت الواحد ديت، بقت دي مثلا زادت عن الواحد بقت اثنين، بقت مثلا 25، بنقول له لا شغل بقى الجهاز، درجه الحراره عندي زادت او قلت، اظبط درجه الحراره بتاعتي، رجعها لي لكام؟ رجعها لي تاني للرينج اللي هو 23. وده بريست فاكتور سيبها زي ما هي ما تلعبش فيها ما تغيرهاش. طبعا السيرموستات سكيدول، لو السيرموستات ديت له سكيدول معين لو انت عايز تشغله على مدار مده معينه او زمن معين اعمل له سكيدول، مش عايز تعمل له سكيدول خلاص سيبه زي ما هو. في السبلاي تيرمينالز، تمام، السبلاي تيرمينالز ديت اللي هي الدفيزورات عندي او الجريلات اللي هي الحاجات اللي بيخرج منها الهواء اللي انت بتوزعها في السقف المستار، الحاجات اللي بتكون موجوده في السقف المستار، تمام، هتكون الاول سون طبعا، ديفيوزر ويز ري هيت طبعا، ولا ديفيوزر بس طبعا على حسب اختيارك انت. والمينيمم اير فلو يعني اقل فلو عندك ده ممكن يخرج من الديفيوزر بتاعي او الاير تيرمينالز بتاعتي ديت، انت عايزه كام لتر بير سكند لكل بيرسون، ولا كام، ولا اير تشارجنج بالاور على حسب حساباتك انت. انت عايز اقل كميه سي اف ام او اقل نسبه من الهواء او اقل لتر بير سكند يخش للشخص جوه كام او للمساحه معينه كام، الحيز اللي انت عايزه من هنا، وليكن مثلا في الاير تشينج بير اور، وليكن مثلا ديت نخليها 4، تمام، على حسب القيمه اللي انت عايزها على حسب تصميمك انت، تمام. ونخش على السايزنج داتا، السايزنج داتا كل حاجه زي ما هي كده ما اغيرش فيها اي حاجه. كل اللي انا عايزه من هنا اللي هو السيفتي فاكتور، خلي السيفتي فاكتور بتاعك من هنا 10 وهنا 10، مع ان القيمه لسه في ناس بتختارها 5 لكن اختارها 10، خليك في عمرها، خلي الثلاثه دول 10%، تمام. خلاص كده انت عملت السكيدول بتاعك، دي عباره عن طريقه سريعه او حسابات سريعه. بس طبعا انا ما تعمقتش في قائمه السيستمز، طبعا قائمه السيستمز كلها قائمه مهمه جدا وهي اللي بتطلع لك كل حاجه. خلاص الدكيت عملت بقى الجينر، اخترت نوع الاكويبمنت بتاعتك ودخلت على السيستم كومبوننت، عرفتهم واخترت كل الحاجات كل الداتا اللي انت عايزها من هنا. خلاص على كده انا اقدر اخش طبعا البريكويل هنا كام؟ احنا قلنا هنا في ال 32، تمام، والبريهيت قلنا 15 بس، تمام. كنت الداتا بيني كانسل او حاجه زي كده، ما كنتش حفظت الداتا، مش فاكر اللي حصل، بس الداتا ما اتحفظتش لانه مش فاكر، تمام. دي عباره عن قائمه السيستمز بتاعي، ده الجزء الثاني. فكده الحمد لله يعتبر حرفيا كده احنا خلاص خلصنا شرح برنامج الهاب. هنا لازم نضيف ديت، تمام، في ايه تاني؟ زون 3 احنا هنا نخليها زون واحده بس، تمام تمام ده اوكي. بس سيموستات اخترعنا كرييت سيموستات، هنا كان سيموستات ولكم مثلا ديت نعمل لها سكيدول، اوكي تمام. كده انت عملت اول سبيس عندك. لو انت عايز تعرف التقرير بتاعها ديت هديتك كام تن تبريد وكام سي اف ام الحاجات دي كلها، اداك عليها كليك يمين واداك برنت اند فيو ديزاين ريزلت، تمام، اداك على الاختيار ده. اداك بريفيو، بص بقى
طبعا قال لك الاير سيستم انفورميشن، طبعا هشرح لك الداتا دي كلها بالتفصيل، لكن كل الحاجات اللي انت محتاجها منها من هنا، التوتال كويل لود كام كيلو وات، تمام. طبعا قال لك هنا اسم الحيز اللي انت اخترته الاف اف 01، قال لك نمبر اوف زون هنختارها واحد، قال لك الكوبنت كلاس اللي هو الشيلد ووتر اللي هو اير هاندلنج يونت الاير سيستم تايب، قال لك كونستنت اير فوليوم، تمام. طبعا المشروع بتاعك وقع في اليكس ايجيبت، الحاجات اللي انت عايزها سنترال كولينج وكيل سايزنج كام كيلو وات، تمام. كل الحاجات اللي انت عايزها من هنا اعلمك ازاي تطلعها باذن الله، لكن ابتداء من المحاضره الجايه. المحاضره الجايه باذن الله هعلمك ازاي تطلع الداتا من على برنامج الهاب ده، التقرير اللي انت بتطلعه الخاص بكل زون معينه اللي انت بتعملها او كل سيستم معين انت بتدخله على البرنامج، هعلمك ازاي باذن الله تقدر تطلع الداتا دي. نتقابل بإذن الله في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.